اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات هيفن ذا كيتشن. النهارده هنعمل مع بعض الطحينه في البيت وهتطلع احلى من الجاهزه بكتير. معايا كوبايه من السمسم المحمص، معايا نص كوبايه من الزيت، ومعلقه كبيره من الفول السوداني برضو بيكون محمص، وملح سي سولت او ملح البحر. دلوقتي هضيف السمسم في الهاند بلندر ومعاهم الفول السوداني. وهضيف رشة بسيطة كده من الملح. الاول هفرم السمسم مع الفول السوداني والملح كويس جدا، وبعد كده هرجع. ودلوقتي ده شكلها، بتبقى عاملة زي العجينة كده. في ناس بتستخدم السمسم الأبيض أو اللي مش محمص، بس أنا بالنسبة لي المحمص بيكون ريحته أحلى وكمان بيعيش فترة طويلة. دلوقتي هننزل بالزيت حبة حبة. وده كده شكل الطحينة بعد ما ضربتها كويس او بالهاند بلندر او بالكبة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد حلوة جدا وبدون مواد حافظة وكمان من غير دقيق. في وصفات تانية كتير بيحطولها دقيق، بس انا بفضل الطريقة دي. وكمان لو حد عنده حساسية من الفول السوداني او حابب يستغنى عنه مفيش مشكلة، بس هتقللوا نسبة الزيت، هتبقى تلتو كوباية بس، او طبعا لو حابين تزودوا السمسم ده على حسب الرغبة، الكمية اللي انتوا حابينها. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديدة. اتمنى اشوفكم على خير. باي باي.